صباح الخير عن جديد نور. بأولى فقراتنا رح نبلش نحكي عن كشاف سوريا وإسهاماتهم بفترة الزلزال لحد هي اللحظة، وعن أهم الخطط الموضوعة بالفترة القادمة، وكيف اليوم نور عم يتم تحفيز الشباب لحتى يقدموا على العمل التطوعي، وكيف عم يتم نشر مفهوم العمل التطوعي بمجتمعنا. يمكن عفاف منذ بداية الكارثة بفجر الاثنين 6 شباط جميع فينا نقول الاختصاصات وجهت نشاطاتها حول فعليا دعم الناس المتضررين من الزلزال. صحيح. بكل المحافظات شفنا كل المبادرات والجمعيات وجهت نشاطها لهيدا الشيء، وهذا يمكن اليوم اللي بيميز السوريين التكاتف والتكافل الاجتماعي، منه كشاف سوريا اللي منذ بداية الكارثة إلى اليوم مثل ما بنعرفه دائما بنشاط مستمر ماهدي، عدة نشاطات قام فيها. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا القائد نزار يارد، عضو اللجنة التنفيذية العليا في كشاف سوريا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، شكرا لكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ، قبل ما ندخل بالتفاصيل خلينا نحكي كمفهوم، مفهوم التطوع بالكشاف السوري. بالنسبة للتطوع بشكل عام هي عملية اختيارية للإنسان بينشأ عليها وبيربى عليها يعني، وبالتالي العملية التطوعية هي دافع ذاتي من الداخل العميق للإنسان لحتى يقدر ينتجه عمل وأخلاق مساهمة في بناء المجتمع. صحيح. وبالتالي نحن بدال ما بنحكي عن العمل التطوعي قد ما بنحكي عن ثقافة التطوع. صحيح. والثقافة هي كيف أحول الفكرة إلى عمل. فلما أنا أنطلق من تحويل الفكرة الإيجابية إلى عمل بناء، هون بتنتج عملية ثقافة التطوع. ممكن يكون موظف وعم بقبض راتب وعندي ثقافة التطوع، فبكون شغلي أعمل بضمير، بصير بعمل بإيجابية، بعمل بقوة، بعمل بكل ما يتطلبه العمل وأزود. بينما إذا ما بمتلك هي بشتغل على الأد مثل ما بيقولوا من هون لهون. صحيح. ما بيعود في عندي حالة إبداعية، ما بيعود في عندي حالة بناء. انطلاقا من هون الحركة الكشفية هي حركة تربوية تطوعية بالأساس، فمبنية على خلق أو محاولة خلق الحالة الإيجابية بالفتى من هو صغير وبينما فيها بيكبر، لحتى نقدر نخلي عنده أو نوجد عنده خلينا نقول هي الحب إلى التطوع والعمل بناء والتفاعل مع المجتمع والوطن بشكل إيجابي. هذا بيصير عملية تحفيزية مستمرة من عبر الطفولة للكبار، من خلال تحدي قدراته للفتى، من خلال إيثار اهتماماته، من خلال تلبية احتياجاته، ليحس حاله شريك، وهذا كتير مهم إنه هو شريك بالعمل وليس حدا وليس أداة نحن منجيبها وقت بدنا. صحيح. لما نعمل ثقافة الشراكة عند الفتى وعند الشباب أو الشاب أو الفتاة أو كل أبنائنا بالمجتمع، فبيحسوا أنه هن معنيين بأي شيء، وبيخلق عندهم الحافز التطوعي الإيجابي الفعال. صحيح. وهيدا المعروف عن كشاف سوريا منذ بدايته لليوم، فينا نقول دائما موجود لخدمة المجتمع، لتنمية المجتمع. استضفناكم بحلقات سابقة، دائما موجودين على الأرض. هي الثقافة موجودة من زمان يعني بمجتمعاتنا، ومثل ما قلت لما نترجمها على الأرض بشكل صحيح بيكون إلى أثر إيجابي. ونحن عم نحكي اليوم كشاف سوريا كان له دور فعال، عم نحكي عن أزمة إنسانية كارثية اليوم وقع على الكل نفسيا وجسديا وماديا أكيد، وخسارة أرواح كثيرة. يمكن قد ما حكينا لنواسي الناس الأهالي المتضررين نقول لهم خلص العزاء ما بنوفيهم، بس اللي بيكبر القلب هذا التكافل والتكاتف. صح. الاجتماعي اليوم لما نتابع المحطات قديش مهم نسلط الضوء على التكاتف الاجتماعي الداخلي بقلب البلد، كيف الناس كلياتها واقفة جنب بعضها، وهذا المفهوم الأساسي لكشاف سوريا. خلينا نحكي عنه في تنمية المجتمع وخدمة المجتمع. اليوم بكشاف سوريا بنشوف بمختلف الأعمار هيدا المفهوم موجود، وهذا الجميل قديش بينعكس، قديش له أثر اليوم على الأرض. تمام. رح انطلق من اللي حضرتك حكيت عنه، خدمة وتنمية المجتمع. اللي أنا مسؤول عنه بكشاف سوريا باللجنة التنفيذية العليا، الأساس هو عمل خدمة وتنمية المجتمع، وهذا المسار العام الأساسي بيشتغلوا عليه الكشفيين بكل دول العالم. صحيح. وبسوريا تحديدا، لأنه ما فيني أفصل الخدمة عن التنمية. صحيح. إذا بشتغل خدمة على الحل ما بقدر أعمل تنمية، بيصير في عندي مجتمع اتكالي وما تكون خدمة كاملة يعني. تمام. صحيح. يعني بدي أقدم الخدمة لوصل للتنمية لحتى ما يصير في عندي تكاسل واتكالية سلبية، لحولها لاتكالية إيجابية ويصير في شراكة. هي بالنسبة لموضوع خدمة وتنمية المجتمع اللي الحركة الكشفية بتنطلق من خلالها بكل ثقافتها، وشعارنا دائما نحن الكشاف دوما مستعد
وشعار الكشف العالمي من أجل عالم أفضل. فلحتى نوجد عالم أفضل لازم ننطلق نحو الأمام من خلال عملنا الإيجابي البناء. بالنسبة للأحداث اللي صارت والزلزال المدمر الشنيع اللي صار ببلدنا والضحايا والشهداء، الله يرحم الشهداء وإن شاء الله يا رب هيك شفاء الجرحى، تداعوا كشاف سوريا فورا بدون استجابة فورية، بدون تعليمات، لأنه بطبيعته الكشف هو منظم من الداخل وبيعرف تقريبا الطرق إلى أن تم عملية التنظيم بشكل مبرمج لحتى نقدر نتابع المسار. وما بنقول غير أنه نقدموا واجباتهم، لأنه نحن قد ما قدمنا وقد ما عطينا ما بيطلع قد نقطة دم راحت أو دم شهيد أو صحيح دم ضحية، شو ما قدمنا قليل. فلذلك نحن ما رح نستعرض كثير شو حكينا، طبعا أكيد فتنا بالإغاثة، فتنا بالإنقاذ، بالإسعافات، بفتح مطابخ ميدانية، بموضوع المشروع الدعم النفسي الاجتماعي عم ينشغل عليها هلأ بكثير قوة، والإسعاف النفسي في مشاريع كثير ما رح توقف من ضمن مناهجنا، لأنه طبيعة الكشاف ببرامجه ومناهجه هو ضمن عملية تفاعلية بتهدف بالمحصلة لدعم نفسي اجتماعي تلقائي، صحيح، يعني أوتوماتيكي خلينا نقول، ما بدون ما نسميها بهالطريقة، لأنه نحن لما نعمل تحفيز للشاب أو الفتى ونفوت له من لجواته ونطلع منه المكنونات اللي موجودة عنده ونستقطب قدراته ومهاراته ونورجه قديش هو عنصر مهم بهذا المجتمع وضروري يفعل ذاته، من هون بيشوف أنه رح ينطلق لتقديم واجباته لحتى يقدر يحصل حقوقه ونفوت بالمواطن الحقه اللي بينشد إلى الكشاف. لأنه نحن دائما حركة واجب، نؤمن بتقديم الواجبات، لأنه عنا قناعة لما كلياتنا نقدم واجباتنا رح نحصل كلياتنا على حقوقنا. صحيح. اليوم مثل ما ذكرت حضرتك انه الشباب بأغلبيتهم يعني كان موظف او ما انه موظف فيه يقدر يتطوع، شو هي الآلية اللي عم تستخدموها لتحفيز جميع الشباب لحتى يتبنوا فكرة التطوع بالكشاف السورية؟ فكرة التطوع ثقافة تنشأ منذ الصغر. صحيح. حكينا من وقت ما الأم بتعلم ابنها يجلي كاسته، يرتب تخته، إذا شاف محرمة بالأرض يشيلها. يعني أنا لما اليوم كنت ماشي بالطريق لما شوف واحد بالسيارة عم يزت وصخ، هذا ما ممكن يفوت بعمل التطوع. صحيح. لا يمتلك أي جزء أي شيء من ثقافة، هذا ما فينا نحفزه، ما فيني حفزه، هذا شو بدي حفز فيه. اليوم أنت بتبدأ ينشأ مع الطفل عملية تراكمية متدرجة بالعمل التربوي البناء، لأنه لما أقول تربية، التربية جاية من الربوبية، من السيادة، أن يكون الشخص سيد ذاته. صحيح. وبالتالي هي عملية نماء. النماء بيجي من خلال الانتماء، بدي كرس عنده حالة الانتماء، والانتماء من النماء، بده رعاية، بده تحفيز، بده شغل، اكتشف شو عنده قدرات، ورجيني أنا بحاجتك مثل ما أنت بحاجتي، شو عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، أويله نقاط ضعفه واستفيد من نقاط قوته. هاي الكثير مهم، عملية الشراكة اللي موجودة عنده وتحفيزه من الداخل. فلما يربى ويشوف هو عنصر مهم ويشارك من خلال تنظيف المقر، تنظيف غرفته، تظبيط أواعيه. دائما نحن ووعد الحركة الكشفية، في عنا الوعد الكشفي دائما، لما ما بيقدر يلبس الفولار الكشفي الكشاف إذا ما تقدم للوعد قدام العلم الوطني، لأنه عنا الوطن هو الأساس بعملنا. صحيح. اللي بيقول أعاهد بشرفي أن أبذل قصارى جهدي في أن أكون مخلصا لله والوطن، أن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشاف. صارت هي ثقافة حية داخله من خلال تقدمته للوعد واستحقاقه للبس الفولار الكشفي برؤوسه الثلاثة اللي هن المساعدة والإخلاص والطاعة. خلينا نحكي عنهم بما أنه ختمت حديثك. المساعدة اليوم مثل يمكن حكيت سريعا شو اشتغلتوا منذ بداية الحدث المؤلم إلى اليوم، بس خلينا نحكي عنه شوي. يعني نحن عم نحكي على مدار أكثر من أسبوعين كان في عمل إغاثي على الأرض للناس بعدها لسه مو مستوعبة وقع الزلزال على نفسها، أكيد في خطة يعني لاستمرار هذا العمل. نحن عم نحكي عن عمل إغاثي إنساني، هلأ بلشت مبادرات جميلة جدا ومشكورة جميع الجهات، تأمين السكن لكل الناس. خلينا نحكي عن خطتكم ككشاف. لما نحكي عن كشاف سوري ونعرف نحن المبادئ الأساسية اللي بيمشي، أكيد في خطة واضعين للاستمرار بهذا العمل. صحيح. بالنسبة لنا من لحظة حدوث مثل ما حكينا المصيبة اللي صارت على شعبنا،
يمكن المصيبه احيانا بتقوي، وهذا هيك نشوف منها جانب ايجابي. دغري الكشفيين فورا بكل المناطق، اول شيء المناطق المنكوبه طبعا بحلب وحما وباللاذقيه، الفرق الكشفيه دغري صارت بموقع الحدث، شاركوا بالإنقاذ، شاركوا بالتواصل، شاركوا بي بي بكل ما يتطلبه، يعني وجدوا حيث يجب أن يكونوا موجودين. هلأ بعدين صار عملية تركيز، تكونوا تواصل مع مفوضين المحافظات، تعرفوا كشاف سوريا مؤلفة من عدة فرق وأفواج بالمحافظات بقودة مفوضية المدينة، يعني مفوضية حلب ومفوضية حمص، تواصل عملية متدرجة بالتنظيم، هيكل تنظيم فتحت فورا. بعدين بلشنا بالموضوع تأمين أول شيء للناس، لأمن لهم مراكز إيواء ولو مؤقتة. صحيح. ففتحت جميع المقرات الكشفية ونحط فيها فرشات، كياس نوم، لحف إلى آخره، الحرامات تجهيزها، وتأمين حمامات لها بشكل مؤقت لحتى يصير بعدين لتنظيمها من خلال السلطات المعنية بهذا الموضوع لبعدين يأخذوا إجراءاتهم، لأنه نحن نكون مع تشاركية أكيد طبعاً تشاركية. فتحت المطابخ الميدانية، بلشنا حملات تبرع بالدم، عملنا حملات تبرع بالدم. هلأ بدنا نجزئ أنه صار عنا هون بقى توضحت القصة من أول يوم، طبعاً في عنا المدن المنكوبة والمدن غير المنكوبة أو المدن الثانية، هدول صار إلهم دور، هون في إلهم دور. صحيح. بدول المدن الغير منكوبة بلشنا جمع التبرعات على بشكل مستوى عالي، تم التنسيق مع مجالس المدن، صار عملية الفرز وجمع الألبسة الأغطية إلى كل ما يتطلبه العمل والاحتياجات اللازمة عند أبناء مجتمعنا، الأدوية، الحليب الأطفال، شو بيخطر على بالكم، وتحركت قوافل ضخمة جدا من كل المحافظات. في شيء طلع باسم كشاف سوريا، في شيء طلع كشاف سوريا بالشراكة مع المجتمع المدني ومجالس المدن، مثلا مثل نحن فوجنا، أنا عميد فوج الأول كمان بجرمانة، صار تشاركية مع مجلس المدينة، طلعت قافلة من جرمانة باسم مدينة جرمانة، هي نحن شركاء فيها كلنا يعني كعملية هلأ بيجينا كمان. هلأ كشاف سوريا عم يعد، عم يضل عم يعد خطط مستمرة. كمان أنا بيهمني العضو اللي عندي أو الطفل اللي عندي بالكشاف هذا، إن كان بمنطقة منكوبة أو غير منكوبة كمان تأثر طبعا، فبدي أحسس بأهميته أنه نحن هلأ عنا مشكلة، أنت لك دور، أنت ما لك شخص على الهامش، ما بحطه ببيته بقول له عود استنى لحتى نرجع لنشتغل، لا، اجوا على المقرات، شاركوا بتنظيم الإعانات والمساعدات، كان لهم دور ولو بسيط، في منهم مع الكبار يمسكوا بإيد بعض يدوروا بالطرق بالمحلات، الصيادلة هاللي مشكورين قدموا أدوية بشكل كتير كبير. هلأ الفكرة الحقيقية اللي أكثر شيء هلأ بيهمنا نحن مشروع الدعم النفسي الاجتماعي. صحيح. والكشفية هي من أهم حركات العالمية بهذا المجال، لأنه أنا ما فيني أقول دعم نفسي وأسكت، دعم نفسي اجتماعي، فأنا أنطلق من الحالة النفسية وبختبرها بالاجتماع، وأكثر حدا معني بالاختبار الاجتماعي الجمعي والفرق هن الكشفية، أو مثل أو خلينا أقول على نسق الحركة الكشفية. هلأ عم نشتغل إن شاء الله نقدر نتوفق على تأمين أو بناء مخيم دائم كشفي دائم لاستقطاب الأطفال المنكوبين أو غير المنكوبين إذا قلنا، اللي بحاجة لتواصل وتنمية وتدريب لحتى يكونوا أعضاء فعالين بهذا المجتمع وجاهزين بأي لحظة لأي طارئ ممكن يصير، يعني خصوصا قبل صارت الكارثة فجأة، يعني ما حدا كان حاسب كلمة جاهزين صغيرة على فكرة، نحن موجودين مستلفين موجودين يعني كان عدد الفريق كافي ومجهزين وفورا تم التنسيق. الكشاف ما بده الكشف، يعني ما بعرف إذا مطلعين شوية عن ثقافة الحركة بدل مستنفر بيضل، لأنه اسمه الكشاف دوما مستعد، هذا شعارنا نحن. صحيح. دائما على أهبة الاستعداد شو ما بينطلب منه هو أساسا لما وجد، يعني تم إنشاء الكشاف تم إنشاؤه على هذا الأساس، وهي طبعاً المبادئ الإنسانية، أكيد مشكورين على الجهد الكبير اللي عم تقوموا فيه. ولما نحكي عن مركز كبير لدعم الأطفال نفسيا هي مهم، لأنه نحن بنعرف قديش هي إن شاء الله الحادثة عم نحاول نجيب الدعم أدى إلى أثر نفسي على كل الناس. بدنا نتشكرك القائد نزار يارد عضو اللجنة التنفيذية العليا في كشاف سوريا على وجودك معنا، ومشكورين على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير. بدي أتشكركم كثير، وبدي أتشكركم كل إنسان بيحط ولو حجرة صغيرة ضمن هذا البناء. نحن بحاجة أي شيء، بحاجة أي فكرة، أي حب، نحن بحاجة الحب،
والحب موجود بقلوبنا مثل ما موجود بقلوبكم، والله يرحم كل الضحايا والشهداء، وان شاء الله يا رب الشفاء العاجل لجرحانا. امين. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك وشكرا لك.